البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، تمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا الفيديو ديالي، بغيت نشكركم البنات شكر كبير كبير كبير. البنات اللي متبعيني والبنات كلهم اللي دخلوا عندي جداد للقناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا للبنات كاملين اللي كيخليوا لي التعاليق الزوينه لهلا يخطيكم، وكنقول لكم مرحبا بكم. وبالنسبه للبنات اللي اول مره غيزوروا القناه، ما ينساونيش من نجم ومن بارتاج، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والفيديو ديال اليوم البنات، غادي نشارك معكم الاوتيل اللي نازلين فيه، اللي خديناه يعني دوزنا فيه العطله في مدينه برشلونه. مدينه برشلونه اللي غنيه على التعريف، مدينه كبيره فيها تبارك الله ما يتشاف فيها بزاف الاماكن، يعني اسبوع وما كيكفاش فيها. فهاد الطريق هادي كتربط ما بين مدينه سالو وما بين برشلونه، فتعمدنا نمشيو في الطريق العاديه كيف ما كتشوفوا، اللي جات كامله تبارك الله على البحر والمناظر الزوينه ديالها. كنا نمشيو على الطريق العاديه باش نصور لكم هذا المنظر هذا الجميل، ونبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا باش تاخذوا فكره على الطريق، تاخذوا الفكره حتى على الاوتيل اللي دوزنا فيه العطله في مدينه برشلونه. ابقوا معايا البنات حتى الفيديو حتى الاخير مع هذه المناظر هذه، وغنشارك معكم كما قلت لكم الاوتيل بالتفاصيل ديالو.
تكونوا تمتعتوا معايا بهذا الفيديو هذه وبهذه المناظر الجميله ديال الجبال ديال الطريق على البحر، لان بالفعل صراحه مناظر زوينه. ومازال عندي الفيديو طويل فانا حاولت نقص منه باش ما يجيكمش طويل. هنا صافي كنا في الدخله ديال مدينه برشلونه، وبالنسبه للاوتيل هو هذا اللي كتشوفوا فيه، الاسم ديالو هو نوفوتيل. غير خلي لكم في صندوق الوصف غنخلي لكم الاسم ديالو وكل شيء ديالو. هنا حاولت نشد لكم الاوتيل كله من لا ريسبسيون من الشومبر من كل شيء، لان صراحه في الاوتيل ديال سالو نسيت باش نصور لكم، وحتى صافي كان فات الفوتو قلت شو نسيت، فنحاول ان شاء الله في برشلونه ما ننساش. هنا وصلنا لا ريسبسيون صافي، بعد ما كتدفعي دوك الوريقات ديال كونفيرماسيون ديال لا ريزيرفاسيون صافي، وكيعطوك الكارت ديال الشومبر. لونطري زوين البنات، وحتى التعامل ديالهم زوين بزاف البنات، فكنصحكم بهذا الاوتيل. كيستحق صراحه نهضر عليه ونشكره بزاف، حتى ملي فام ديال الشومبر صراحه كيفاش كيعاودوا كل نهار ينقيوها ويصيبوا كل حاجه، فعجبنا صراحه بزاف. واغلبيه ملي كتكون شي حاجه نقيه وكيكون التعامل مزيان فانت نتوما كتلقاو الراحه ديالكم. هنا هاد الكولوار هكا، هذا هو الكولوار وصافي. بالنسبه للشومبر غادي نشاركها معكم. هنا بالنسبه لمدينه برشلونه ما كانتش ابارطومون، يعني ما فيها لا كوزينه لا والو، صافي فيها كانت ابارطومون ديال سويت كبيره فيها جوج ديال لي شومبر كيف ما كتشوفوا. الدخله هي هذه، هاد لا شومبر الاولى اللي بقات مسدوده ما صورتهاش لان صافي الواحد كيتلف. هذه كانت تاع الوليدات، كنتما كتعرفوا عندي الوليدات، فهم يا بجوج بهم كانوا في لا شومبر بوحدهم. وهنايا الناموسيه ديالنا والناموسيه الاخرى الصغيره ديال ولدي الصغير صافي. كتلقاو هنايا البيرو التلفازه، صراحه البنات كبير وزوين زوين بزاف. هنا بالنسبه للدوش واحد النقا البنات، واحد النقا زعما ما شاء الله عليهم، والله يعطيهم الصحه من كل شيء ديالهم صافي. كيف ما كتشوفوا هنايا كل نهار كيجيو يبدلوا لك الفوطات، كيبدلوا لك كل شيء ديال الفراش، زعما نقي البنات لدرجه زوينه وارتاحينا فيه وما كرهناش حتى هويا نزيدو، لكن صافي وصل الوقت ديال العطله ساله. هنا كانوا جوج ديال الدوش كيف ما كتعرفوا، مع شومبر يعني كبيره ديال سويس كيكونوا فيها جوج ديال الدوش. كاين بالنسبه للدوش اللي بغيتي تعومي واقفه، والدوش هكا اللي كيكون على شكل بانيره. هنايا البنات كيكون دائما الاوتيل هنايا كيطل تاهو على لابيسين. فغنستغل الفرصه البنات وبغيت نشكر واحد السيده اللي دخلت لعندي في انستغرام، والحمد لله عطيتها كاع التفاصيل وغنشارك معاها هنايا، لان قالت لي واش كاع الاوتيلات كيكونوا هكا كيطلوا على لابيسين؟ لا ما كيكونوش كاملين. فانا كيف ما شرحت ليها غنشرح للبنات اللي ما عارفينش. فدائما البنات فيما كتكونوا كديروا واحد لا ريزيرفاسيون، من بعد ملي كتكملوا كاع دوك لي زيتاب اللي كيكونوا عاطينكم لتحت كيقولوا لكم خليو لينا شي ملاحظه، فهذيك الملاحظه تما فين كتكتبوا بغيت يعني لا شومبر تكون عند كطل يعني على لابيسين، اولا كتكون على كطل على الجردة على حسب الاوتيل كيفاش داير. فانا دائما كنفضل تكون اطلاله على لابيسين، علاش كيكونوا بعض المرات الوليدات بوحدهم من تحت كيعوموا كتكوني مراقباهم، وكتكون حتى ديك البركه ولا ديك الاطلاله كتجي زوينه. الاوتيل البنات كيف ما شفتوا هو هذا، فيه لابيسين فيه لو غون ريستورون، صراحه زوينه زوينه حتى هما، والتعامل ديالهم البنات كان زوين بزاف. هذا كاع هو اللي زاد عجبنا. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا كاينه حتى بلاصه ديال الالعاب ديال الوليدات، حتى هي دايرين ليهم فين يلعبوا، دايرين ليهم بزاف ديال الحاجات. هنا شديت لكم لابيسين في الليل كيفاش كيكون حتى هو الجو ديالو، وهنايا في العشيه يعني صافي حتى كترجعي في الليل كتعرفوا تبارك الله بنادم كيبقى سهران ملي كتكون العطله، عاد كيهبطوا الوليدات لتحت يلعبوا، اللي بغى يلعب الكره اللي بغى يلعب الكورفازير، يعني مخلي ليهم البلاصه ديال الوليدات بوحدها. وفي الليل كيكون واحد لومبيونس زوين، غنخليكم تشوفوا داك لومبيونس ديال الموسيقى، كيكون الدي جي حتى هما دايرين لهم هنايا الدي جي كيف ما شفتوه. صراحه البنات اوتيل زوين، المنظر ديالو زوين، فارتاحينا فيه بزاف بزاف. وحاولت نبارطاجي معكم هذا الفيديو باش حتى نتومايا تاخذوا فكره. Perdida la noción.
صراحه البنات اجواء كانت زوينه زوينه بزاف صراحه. اسبانيا معروفه بالامبيونس ديالها بالنشاط ديالها، فكيبقاو سهرانين حتى الصباح. هنايا البنات في الصباح كنا دائما كنفطروا دائما في الاوتيل، كيف ما كتشوفوا هنايا كاينه ريستورون في الصباح كتفطري حدا لابيسين، والغدا والعشاء كنا كنمشيو على برا. كاين تبارك الله ما شاء الله من فين تاكلوا بالاثمنه جد مناسبه. فالجزء الثاني ان شاء الله ديال مدينه برشلونه غنشارك معكم مطعم مغربي ديال السمك، غنشارك معكم بزاف ديال الاماكن في اسبانيا اللي صراحه كتستحق انكم تمشيو ليها وتزورها. الفيديو ديالي غيسالي هنايا، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لايك بارتاج، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، خليولي التعليق زوينه بحالكم الى فيديو اخر.